معكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. أنواع السرطانات. أنواع السرطانات. السرطانات أنواع كتيرة مختلفة ومنتشرة حول العالم في كل دول العالم تقريبا. في منها اللي نقدر نكتشفه مبكرا زي سرطان عنق الرحم وسرطان القولون، وبالتالي ممكن علاجه والشفاء منه تماما. وفي منها أنواع صعب إن احنا نكتشفها مبكرا وما بنعرفهاش إلا لما تكون تقدمت وأصبحت منتشرة في أعضاء مختلفة من الجسم، وبالتالي بتبقى خطيرة جدا على حياة الإنسان وعلاجها بيبقى صعب إلى حد كبير. هنا في الفيديو ده هستعرض مجموعة من السرطانات اللي بتعتبر تقريبا أكثر السرطانات انتشارا في العالم، وبرضه في نفس الوقت بتعتبر خطيرة جدا إن لم نكتشفها في وقت مبكر وبسرعة نعالج. السرطان النوع الأولاني وهو سرطان الرئة. سرطان الرئة من السرطانات الخطيرة جدا، وبيبقى من أهم أسباب المساعدة عليه وهو التدخين، ولذلك منتشر جدا بين الرجالة، ودلوقتي كمان بقى بين الستات لكثرة التدخين بين الستات. والسرطان ده ليه نوعه خطير؟ لأن الخلايا بتاعته خلايا عدوانية وشديدة وسريعة النمو، ومن النوع اللي صعب نكتشفه في بدايته، ما عادة بنكتشفه لما يكون انتشر إلى أعضاء أخرى من الجسم، يكون راح الكبد، راح الدماغ، راح على الجلد، وبهذه الطريقة بيبقى صعب جدا إن احنا نكتشفه. ولكن الوقاية منه مش صعبة، يكفي إن احنا نمتنع عن التدخين، يعني تقريبا هنقضي على 80% من سرطانات الرئة. النوع الثاني وهو سرطان المريء والمعدة. سرطان المريء ده من السرطانات برضو اللي بتصيب أكتر الرجالة، وبتصيب الجنس الأفريقي أكتر من الأجناس الأخرى، وبيعتبر من السرطانات الخطيرة لنفس السبب، إن احنا ما بنقدرش نكتشفه مبكرا، لما بنكتشفه بيكون انتشر في أماكن أخرى، وبالتالي العلاج بتاعه بيبقى صعب جدا. رقم 3 وهو سرطان الكبد. سرطان الكبد من السرطانات الشرسة جدا، واللي ممكن نعرفها بعد ما بتكون منتشرة فعلا وأثرت تأثير شديد أو على صحة الإنسان، ولذلك نجاة المريض من سرطان الكبد عادة بتبقى الفرصة ضعيفة جدا جدا. وهو منتشر في كل مكان، ولكن منتشر أكتر في الشرق الأوسط في بلادنا، وبرضو في مناطق من شرق آسيا منتشر جدا جدا، وهو بيحتل قلنا المرتبة الثالثة. وسرطان الكبد يا إما برايمري يعني أولي نتيجة إن الخلايا الكبد نفسها بتتحول إلى خلايا سرطانية، أو ثانوي يعني منتقل له من مكان، من سرطان آخر، من الرئة أو من مكان آخر. السرطان رقم 4 هو سرطان القولون أو كولون كانسر، وهو سرطان بيصيب الأمعاء الغليظة، وبينتشر أول ما بيظهر في الجدار بتاع الأمعاء الغليظة، وبعدين بيظهر كبوليب يعني حبيبات، وهذه تسمى أو تكون في طبيعتها حميدة، يعني لما بنكتشفه في هذه المرحلة ممكن قوي إزالتها والشفاء منه تماما، لكن التأخير في الاكتشاف بيؤدي إلى أن السرطان بينتشر إلى أعضاء أخرى من الجسم، وبالتالي بيمثل خطورة شديدة على حياة الإنسان. وعشان نكتشف هذا السرطان سهل، في تحليل، في مختبرات بتعمل تحليل، وفي كمان المنظار بتاع القولون، بس كتير من الناس ما بتحبش تعمل هذا المنظار، والتحليل خيار كويس قوي لهؤلاء الناس، وأنا في فيديو عاملينه عن سرطان القولون ياريت تبقوا تشوفوه. وعايز أؤكد على إن معرفة السرطان وتشخيصه مبكرا مهم جدا حتى نتقي شر كثير من هذه الأمراض السرطانية. وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.